بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي وإلى العناوين. محمود طاهر يضع حجر الأساس لفرع الأهلي الرابع. مجلس الإدارة يفتتح عددا من الإنشاءات بفرع الشيخ زايد. والفريق الأول يستأنف تدريباته غدا استعدادا للإنتاج. مجددا والى التفاصيل. قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان المجلس انتهى من اجراءات انشاء الفرع الرابع لنادي الاهلي بالتجمع الخامس. واضاف طاهر ان المجلس سيستلم ارض التجمع الخامس يوم الاثنين المقبل وسيقوم بوضع حجر الاساس لفرع الاهلي الرابع في اطار سياسه المجلس للارتقاء بالنادي الاهلي ومواكبته للعالميه. وتابع رئيس الأهلي أن فرع الأهلي الجديد سيكون فخرا يليق بأعضاء النادي لمواصلة مسيرة الإنجازات والإنشاءات. افتتح المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي عددا من المنشات في فرع الاهلي في مدينه الشيخ زايد، وضمت الانشاءات الجديده والتي افتتحها حدائق العائلات وحدائق الاطفال وكذلك طريق الدراجات، بالاضافه الى مجمع الخدمات والذي يقع اسفل حمام السباحه، ويضم جيمنازيوم رجال وسيدات وصاله ايروبكس وجاكوزي. أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سعادته بفوز الأهلي على تليفونات بني سويف، مشيرا إلى أن الأهم في المباراة هو كثرة المحاولات التي صنعها لاعبو الأهلي على مرمى المنافس. وقال عبد الحفيظ أن الفريق أغلق ملف البطولة الأفريقية تماما، مؤكدا أن هذه هي كرة القدم ولا يوجد فريق يفوز دائما، وعلى لاعبي الأهلي أن يكتسبوا خبرات إضافية للاستفادة بها في البطولات المقبلة. وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للأهلي مقتنع تماما بقائمة اللاعبين الحالية، مشيرا إلى أن الأهلي يملك أفضل لاعبين في كل مركز. وأكد مدير الكرة بالأهلي أن التدعيم أمر مهم، ولكن الحديث عنه يكون عند فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. أشاد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالأداء والذي ظهر عليه لاعبو الفريق في مباراة الأمس أمام تليفونات بني سويف من أجل الدفاع عن اللقب والذي حققه الفريق في الموسم الماضي. وأشار أيوب إلى أنه تواصل مع حسام البدري خلال الفترة الماضية وخلال التحضير لمواجهة التليفونات، موضحا أنه أبلغ اللاعبين بكل التعليمات والتي قالها البدري في المحاضرة الفنية. وشدد أيوب على أن الأهلي ناد كبير ولا يتأثر بخسارة بطولة، مشيرا إلى أن اللاعبين يركزون حاليا على الحفاظ على لقبي الدوري والكأس.
يعود حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى القاهرة غدا الأحد قادما من كندا بعد زيارة أسرته. وكان البدري قد سافر إلى كندا عقب مباراة الوداد بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان على ابنته والتي تعرضت لحادث مروري. ومن المقرر أن يقود البدري الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم ميرانه في الساعة 4 عصر غد الأحد على ملعب مختار تيتش في الجزيرة. وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من الميران اليوم عقب الفوز على تليفونات بني سويف أمس في كأس مصر. يبدأ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المشاركة في الميران الجماعي للفريق غدا الأحد بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والذي خضع له في الفترة الماضية للتخلص من إصابة الرباط الصليبي. وكان مروان محسن قد أصيب مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بداية العام الجاري وخضع لجراحة في الرباط الصليبي قبل أن ينفذ برنامج تأهيلي مكثف لمدة 7 أشهر وضعه له الفريق الطبي الألماني والذي أجرى له الجراحة. يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي للقاهرة بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم. ومن المقرر أن يخضع معلول لفحص طبي مكثف لمعرفة موقفه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي من عدمه. وغاب معلول عن الأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية. أعرب حسام عاشور نجم الأهلي عن سعادته بتواجده في الكويت وبالاستقبال الرائع والذي حظي به من الجمهور خلال زيارته لأكاديمية القلعة الحمراء للاحتفال بمرور 3 أعوام على انطلاقها. وأكد عاشور أن الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية أثر بشكل سلبي على الرياضة العربية جميعها واصفا غياب منتخب في حجم الأزرق وأندية مثل الكويت والقدسية والعربي والسلمية وكاظمة عن المشاركات الخارجية بالصدمة للجميع. وقال عاشور في ختام تصريحاته أنه يتمنى المشاركة مع المنتخب خلال النهائيات والتي ستقام في روسيا في صيف العام المقبل لأن ذلك يعد حلم كل لاعب. حقق
حقق فريق الناشئية نادي الأهلي كرة القدم مواليد 2000 الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب المقاولون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة. وسيطر الفريق على أحدى المباراة وجاء هدف الأهلي عن طريق زياد طارق ومحمد حسام، وبهذه النتيجة يكون فريق الأهلي قد خاض مباراتين فقط في البطولة حقق خلالهما الفوز محرزا 7 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف. إلى متابعة أخبار المنتخب واتحاد الكرة، حيث أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد القائمة النهائية للمرشحين على المقعدين الشهيرين بمجلس الإدارة والمقرر إجراء انتخابات عليهما يوم 26 نوفمبر الحالي. وتضم القائمة النهائية 12 مرشح بينهم 5 مرشحين على المقعد التكميلي، وأبرزهم هو حمادة المصري نجم الأهلي السابق، بالإضافة إلى مجدي إبراهيم فرج المثناوي، أحمد محمد وإبراهيم جبر وعاصم عبد العزيز فهيم ومحمد باهي وزكي موسى، إضافة إلى 7 مرشحين على مقعد المرأة وهن صفية رامي، محمد عبد الدايم، مجدة محمود، أحمد شيماء، منصور محمد، نرمين فاروق سعد، ودينا محمد عبد الحميد، وشيرين شلبي زكي، وحنان أحمد خالد. طلب الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول من إيهاب لهيطة إرسال فاكس رسمي للشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية لتوفير كمية كبيرة من كرات كأس العالم، والتي سيخوض بها الفراعنة مشوارهم في البطولة والتي ستقام في يونيو المقبل. وأكد كوبر رغبته في منح اللاعبين الفرصة للعب بالكرة، وطلب كوبر إمكانية اللعب بالكرة الجديدة خلال مباريات الدوري الممتاز لمنح اللاعبين الفرصة الأكبر للتعود عليها.
اشتكى لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة هكتور كوبر من ارتفاع الرطوبة في مدينة كيب كوست الغانية، حيث تصل درجة الحرارة اليوم هناك ل 30 درجة مئوية. وصلت بعثة المنتخب في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة إلى مدينة كيب كوست بعد رحلة سفر طويلة، واشتكى اللاعبون من الإرهاق. ويترأس بعثة الفراعنة كل من كرم كردي عضو اتحاد الكرة، ومعه محمد أبو الوفا عضو الجبلاية، وتضم البعثة 24 لاعب. خاض المنتخب الوطني الأول تدريبه الأخير في 5:30 ملعب كيب كوست استعدادا لمواجهة غانا غدا الأحد في الجولة 6 للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. ويحتل منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم أوغندا ثانيا برصيد 8 نقاط، وغانا 5 نقاط، والكونغو بنقطة واحدة. اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي بطاقة التأهل لدور 16 من مسابقة كأس مصر بالفوز على الرجاء بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن دور 32 للبطولة. ويدين الأسيوطي بالفضل لمهاجمه عمر بسام صاحب هدف الفوز في الدقيقة 60 بعد استغلال خطأ دفاعي من لاعبي الرجاء. ومن المقرر أن يواجه الأسيوطي في دور 16 الفائز من مواجهة الاتحاد والعبد منهور والمقامة حاليا. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. إلى جولة في الملاعب العالمية، حيث ذكر موقع توتوماركاتو ويب الإيطالي أن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري يستعد للتقدم بعرض لضم هكتور باليرين مدافع نادي أرسنال في الانتقالات الشتوية. وذكر الموقع أنه تم بالفعل إجراء اتصالات مع ممثل اللاعب الأسباني من أجل تقدمه بعرض مالي ضخم يمكن أن يقنع المدفعية بالاستغناء عن اللاعب كي ينتقل لصفوف السيدة العجوز. يذكر أن دفاع اليوفي يعاني في الموسم الحالي بعد انتقال بوناتشي في الصيف الماضي لصفوف نادي ميلان. المنتخب الأسترالي لكرة القدم خطوة جيدة على طريق التأهل لبطولة كأس العالم لعام 2018 في روسيا بتعادله السلبي مع مضيفه الهندوراسي في ذهاب المواجهة، بينما بالملحق العالمي في التصفيات المؤهلة للبطولة. وأصبح المنتخب الأسترالي بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب على ملعبه في سيدني يوم الأربعاء المقبل. وتأهل المنتخب الأسترالي لهذا الملحق العالمي بعد فوزه على المنتخب السوري في الملحق الآسيوي، فيما يخوض منتخب هندوراس الملحق الفاصل بعدما احتل المركز الرابع
في تصفيات اتحاد كونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. قالت صحيفة سان البريطانية أن نادي أتلتيكو مدريد الأسباني يرغب في التعاقد مع أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأضافت الصحيفة أن هيريرا يرغب في الخروج من مانشستر يونايتد بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الإنجليزي، بجانب رغبته في حجز مكان أساسي في صفوف منتخب أسبانيا خلال مونديال روسيا المقبل. وكان هيريرا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 قادما من نادي أتلتيك بيلباو بقيمة 24 مليون جنيه استرليني، وشارك حتى الآن في 137 مباراة وسجل 15 هدفا في كل البطولات. كشفت صحيفة آس الأسبانية اليوم السبت أن الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأسباني مهتم بالتوقيع مع مهاجم نابولي الإيطالي دريس مارتينيز. وأوضحت الصحيفة أن الدولي البلجيكي مدد عقده مؤخرا إلى يونيو 2020، لكن الشرط الجزائي في عقده منخفض نسبيا حيث يبلغ ما يقارب 30 مليون يورو. وقدم مارتينيز مستويات كبيرة في الموسم الحالي حيث سجل 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 18 مباراة خاضها مع الفريق. نشرت صحيفة آس الأسبانية اليوم تقريرا عن الويلزي جاريث بيل، والذي انضم في يونيو 2013 إلى ريال مدريد الأسباني قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل ما يقرب عن 100 مليون يورو. وذكرت الصحيفة أن بيل تعرض إلى 19 إصابة خلال سنواته الأربع مع مدريد ليشارك في 55% من مباريات الفريق منذ انضمامه. يذكر أن بيل قد توج مع الفريق الأسباني بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس مرة واحدة. في خبر آخر، يسعى المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوتشتينو للتعاقد مع صانع ألعاب ويست هام يونايتد مانويل لانزيني. وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية اليوم السبت أن اللاعب الأرجنتيني انضم للهامرز في عام 2016 بعدما قدم أداء نال به إعجاب أنصار الفريق عندما كان يلعب مع النادي كمعار في الموسم السابق. ولا يزال المدرب الأرجنتيني حريصا على التعاقد مع صانع الألعاب، ويمكن أن يدفع النادي لتقديم عرض من أجل ضم مواطنه صاحب 24 عام في يناير المقبل.
إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. غدا البدري يعود لقيادة الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري. ومن المساء الأهلي يفترس التليفونات المتواضع وحمودي يهدر ضربتي جزاء. من المصري اليوم عبد الحفيظ، الأهلي يملك أفضل اللاعبين في مصر. ومن الشروم متعب يتربع على عرش هدافي كأس مصر في القرن الجديد. ومن الوفد الأهلي يكتسح تليفونات بني سويف بخماسية ليواجه الداخلية في دور 16 للكأس. أمام النفيتو فالأهلي يستعيد حسام عاشور أمام الإنتاج الحربي بالدوري. ومن الوطن سبورت أحمد أيوب، احترام الأهلي للخصم جعله يحسم المباراة. ومن مصراوي رقم قياسي لمتعب ضمن أبرز 6 ملامح للأهلي بعد مواجهة التليفونات. أما من يورو سبورت عربية فهدف صحيح ملغي يحرم الأهلي من ضم التليفونات لناديه المفضل. ومن الأهلي دوت كوم، الأهلي رحى من التدريبات 24 ساعة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 11 نوفمبر من عام 2006، الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوز قاتل على الصفاقس التونسي بهدف دون رد. كان لقاء الذهاب قد انتهى 1-1 على ملعب استاد القاهرة، ليذهب الأهلي إلى ملعب رادس بالعاصمة التونسية ويحقق فوزا قاتلا في الدقيقة الأخيرة عن طريق محمد أبو تريكة ليتوج باللقب الغالي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.